احنا الاخوات. السلام عليكم، غادي نشارك معكم الكسكسو غطيبو لنا اختي بنتي وطريقتها، وغتعجبكم الطريقه وغادي نشارك معكم ان شاء الله بحول الله. هنا هي عندنا الحماس، كل واحد يدير على القدر ديالو، ما بغاش اللحم الغنمي ما بغاش القديد، هذا غير بقري. ها مطيشه وبصله اللي غدير في الاول قطعه. انا قطعتي راسك شنو بغيتي قطعه؟ سمعي قالت الله يا رب الله. سمعوا هذا المره اللي قطع البصله، ها ها كما بغيتي دير بحال هكا، كما بغيتي دير عسير. شوف ولا المتبعين كنت كتقطع بحال هكا ضحكوا عليا ولا شنو تقول؟ انت كتقطع بحال هكا بحال ما قطعتي عسير. شوف بغات تعلم ديال الكسكسو باش ديروا زمانها. ايوا انتما كولوا اختي، كولوا معنا الكسكسو ديال بنات اليوم. ايوا قلت لها اجي نشارككم مع المتبعين ديالنا. ما غاديش نكسكسو كسكسو كديري ليه انت؟ لا لا هي غدير طريقتها خاصه بها، تبعوا الفيديو تبعوا الطريقه، هي غدير الطريقه خاصه بها. علاش كسكسو ديال جوج سوايع ولا ثلاث سوايع؟ ما كاين فين الكسكسو كنديرو في ساعه ونص. هنا في الطاليه تيسحب ليهم بان حنا كسكسو تنبقاو نطيبوا فيه السوايع. اش قلتي لهم؟ قلت لهم لا ماشي بصح كل ساعه، الا كان كثير جوج، الا كان الكسكسو كثير هي اللي تبركوا فيه ثلاثه على حساب الخضره ولا حساب الكسكسو كثير ولا، ولا كنا غير اربعه الكويسات ولا ثلاثه. انا بعدا كنت ندير فيهم ساعه لا روب، الا كان اللحم صغير داكشي. واه خمسه طاقتي طيب الكسكسو. وحنا نشوفوا الكسكسو ولا لا، انتم غتشوفوا الكسكسو. ماشي المرقه ديالو. لا ماشي المرقه، المرقه غتسد عليها بوحدها المرقه. الا كان اللحم صغير وداكشي صغير نص ساعه طيب المرقه. ما عندناش كوكوط تطيب بالطبيعه. فين؟ كاين الكوكوطات عندهم وين؟ اكيد دوماج حنايا ما عندناش هذيك الكوكوط اللي كطيب. شريها مطيبتي مع الدريات تحمر الكسكسو مره ولا جوج. حنا دابا عندنا الكوكوط، الا كان اللحم صغير البنات والله الا كنقول لكم ساعه ما حنا تنطيبو الخضره في المقله. هما هذاك الكسكسو شلاطه صافي غنحط لكم في المقله اللي دارتو جوج سوايع والله الا عجبني. تنديرو غير الخضره في المقله. صافي انا ما نقولش لكم الحداقه ديالتي تبارك الله ما شاء الله، والله الا باغيا عليا ما تنتعطاش في الكسكسو كما قلت لكم. كندير فيه كاع غير حيت قليل داك الشيء، تندير فيه ساعه لا روب حتى ساعه صافي يكون موجود. كان الضياف اليوم غتفوتي الكرونومات ساعه ونص صافي. اليوم غتفوتي الكرونومات وغديري فيه قل من التوقيت اللي منفق ديالي. سمعتوا؟ بغيت كندير فيه قل من التوقيت اللي تندير فيه. نشوفوا دابا على اللحم كيفاش، هو الصغير ولا كبير؟ غادي نسد عليه دائما الحب باش تعرفوا صغير ولا كبير. الاخوات هذا المبتدئات، هما الحادات راه تبارك الله ما شاء الله البنات بحال بنتي انا مبتدئه. اللحم تنسدوا عليه 30 دقيقه، لقيناه دخل في الطياب راه حنا تنزيدوا عليه الخضره، لقيناه باقي راه حنا تنزيدوا ديك 20 دقيقه، تتولي هي 50 دقيقه 30 على 20 50. كنعاودوا الحلو تزيدوا الخضره وداكشي 10 دقائق، ساعه كملت صافي. دابا غادي ندير في الخضره ولا الكسكسو تاهو تنفوروا في الخضره؟ ما كنديرش الخضره دابا. لا دابا واش قالت لكم؟ قالت واش ندير الخضره؟ بلاتي مسحي ليك. قالت لك واش ندير الخضره دابا؟ بغات تقلي الخضره مع اللحم. ها هو تصانت ماشي دابا. ورا الزيت خويتي انا نقول لك انا المهم نقول انا قولي لي باستا. يلاه سير بارك 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 ستوب بارك صافي كثرتي كاع. الله يرضي عليك. شفتوا؟ عا بعريا نديرها دابا. ديري العاد ريسكي الملح. الملح لا حلها حلها صافي صافي صافي. لا لا ضروري عجبراني فيه ضروري نوريو هذا. هادي خرقوم خرقوم سير رش رش خرقوم راه صحي الاخوات، راه زوين الخرقوم زوين. غتشربوه في الماء طايبه تيضعف صافي مع الحامض وتشربوه راه تا هو زوين تيضعف صافي. هادي العطريه راه شفتو البنات وهادي الكاميرا طايحه ولا شي حاجه صافي راه شايفين صافي. سيري سيري هذا ما عرفتش هادني معاكم شي بنات راه حادين تبارك الله وتقاوت. هذيك راه مروزيه لحقتي وزيتيها. شنو هذيك؟ راه تحميره. شنو هي المروزيه؟ تحميره مروزيه راه في الحانوت تنقولوا لها حنا. هذاك الحاجيه هذيك العطريه بزاف كتخلف ما تنعرفش انا نقولها. كاينه بسيبيسه وكاينه قلعه ما نعرفش شاعر ندير. اوكي زيتي بزار. اش درتي؟ اش درت؟ هو انت ديري البزار. هذا البزار وصل البزار. وداك الشيء اللي درتي شنو؟ هذاك الزان زرو سكين جبير ما كطرتيش منه. هذا زيدي منه قلت لكم بالطاليانيه زنجبير احنا قلنا لهم بالعربيه. واش من عطريه اخرى كدير؟ صافي ديري شويه قزبر. شويه لا ديري قزبر حبوب قهوه مطحون. ديري شويه قزبر. سميتو قزبر؟ انا عارفه القزبر طالي قلتي ما عارفينوش اصلا القزبر بحال بحال ربيع. ربيع يعني ما عارفينوش ما عارفينوش حتى طالي زرعت واحد المره شمات وقالت لي قالت لا في خاطر الخانزه هي تي الربيع راه زوين. ها هي الخيلوطه ديالنا ما نديرو لها دابا غتحطي فوق البوطي يتقلى. غنحطو فوق البوطي يتقلى. هانتوما معانا وهانتوما معانا ومعاها والله معاكم. يلا حطي هنا البنات هي نقات خيزو نقات القرعه. غادي القرعه كاع ما تقسميها دابا قطعي خيزو نشوف كي غتقطعي. خيزو خيزو انا كاع ما عرفت نحيد ليه الروح ديالو. خاصني نقسم القلب ديالو ماشي الروح ديالو بحال بحال بحال. دابا سمعتوا واش قالت على جوج؟ انتم خاصني نقدم هاد العصايه. خاصني نقسم على جوج. خاصني ما تقسموش وانتي يا قسمي سير باش نغلب عليه. باش تغلب عليه. سمعوا هادي الكسكسو ديالنا ديال الكريه داري داري كسكسو داري كسكسو داري. سير الجلاخ عاودي حفي فيها من الجنب باش ديك ساهل.
يا ربي عندك دور بيدك س... لا تعلم لا دور الجهه الاخرى ثاني عاود يحفف فيني برافو ولا كان خيزو صغير ما تحتاجش تحدي القلب انا قلت لك ردي الماء فوالا ولا كان البنات خيزو صغير ما تحتاجش تحدي القلب ديكوري بيه الكسكسوصين فهمتيني اش غنقول لك معاك انت دابا تقسمي على جوج لا ما تقسميش لك الخيزو رقيق وداكشي ديكوري بيه الكسكسو فكاك صايتي شي زوين بلا ما تقسمي بحال هكا لا 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 ما فهمتينيش خيزو بحال هكا خلي صايتي بحال هكا بلا كان صغير ما تقسمي كاع ديكوري بحال خويتها ايوا غادا غادا زيدي قدام الاخوات انتم الاخوات شتو قلت ليها ضربي من هذا القنش وعاودي رجعي للاخر تيجي ساهل بحال دابا انا غنوريها انت عارفينك كابال كيما ماشي كابال كنا تعلمنا لا ماشي كابال شوف هانتوما شوف انا بقيت هنايا هانتوما شوف كسكسو موحل هذا بحال الطاني قال لك جوج سوايع الله هانتوما الاخوات ولكن دابا هذا الكسكسو ما غيتسماش انا اللي درته دايرتي لا انتي كتديري معايا وريتهم شوف سيري انا حيدتي سيري صدقه دقه والربيع البنات ما عنديش عندي الشطري عندي مقرض في المجمد وتنديرو كديرو مرات عمي في الكسكسو كيعجبني بلاش بلاش نبقاو نحيدو لي فاتشي نخليك وتنديرو تنايا تيجي زوين خليكم هاد تشوفيه صافي هنا غادي دير الكسكسو شتو غادير ثلاثه الكيسان حنايا غير قلال قلت لها ديري ثلاثه ونص صافي حنا غير ثلاثه الناس غنزيدو دوك نص كاس ونشوفو قلت لها ديري غير ثلاثه ونص عمري الكاس هذا كسكسو رقيق كسكسو رقيق جبتو مع الكزيان الكسكسو ماشي ديال الطانية كيكون غليظ ديجا مفتور بحال داك اللي دابا هذا ملي غنحنا غنحلو غيبدا يكبر ياك زيدي زيدي كاس زيدي كاس توي سيغ صافي بارك حبس انا الباكيه البنات ندير فيها نفور فيها جوج مرات غديري الملح سي غير انا غادي ندير ربيع في الكوكو والربيع عاد الناس راه مقرضه هو كرافت دير شويه الملح ندير شوية الزيت ديري الزيت ديري الماء جهد اش درتي درتي شي معالق ديال الزيت بحال هكا شي معالق ديال الزيت والملح على حسب الواحد يمكن يدير حتى على معلقه ديال الزيت على حسب درتي الملح ولا كيدير كيدير درت الملح نو نو درت 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 صافي قلت لك على حسب شحال من كديري ديال بوا على حساب شحال ديال الملح درتي في لاصوص المهم الماء البنات راه غادي غير تخوي تتغطي ياك ايه. تغطى بالماء اصلا الماء بحالو بحال الكسكسو راه درتي ثلاث كيسان ديال الكسكسو ديري ثلاث كيسان ديال الماء لا ديري كثر انا مجربه انت ايه سيري كيكون كتو في في الباكيه تصنتو في الباكيه تصنتو صحابها محترفه راه تتقرا غير في الباكيه داكشي وتنتبعو معمرني زعما شي ديالهم صحيح صحيح إيه. سمعوا الشركات اللي تينتجوا هادشي ويكتبوا ويحطوا داكشي راه صحيح تبارك الله عليهم قالت لكم جربه صافي دابا غنجيبو ما عرفتش شنو غنجيبو دابا الغلاق غنغطيه دابا نغطيه جاتي تنزل لها الزوائد اللي فيها يلا صافي غطيوها كي يلا او بدا كيكبر حنا باقي زعما غطيناه صافي غطيه وخليه يشرب تبارك الله هانتوما البنات تابعوا الطريقه ديالتها بدون تفوار بدون حتى حاجه بدون تعب بدون والو ولكن تابعوا في الاخر شنو غدير لي هذا هو السر ديالو صافي هنا الطنجره البنات ليكم ها هي باغا تحرك زيد ولا طيب زيد ولا طيب ايوا اليوم كنت لازم نجي نعلمك طيب لي الكسكسو خيرا طيبو ماشي هي ما طيبش الكسكسو الحياة مرة تقلى تبارك الله ما شاء الله باينة لي وباينة ما مبغاش تبين ما عرفتش باينة 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 مراكبش البريز ديال الكاميرا صافي غادي نديرو الماء الكافي راه غنزيد مطيشة ديال القرعة غندير واحد الكاس صافي من فوتو ما عرفتش خاطرة وزوينة ما عرفتش كيفاش نبين هانتي شتو هانتوما خاطر وزوينه تبارك الله ما شاء الله تعرفوا اللحم راه تيكون بنين يا غلميه بكري كما كان ايوا خليكم مع الروتين اليومي ديالنا ان شاء الله دابا تخلطت العطرين صافي الاخوات دازت واحد 10 دقائق غنخلي لها هنايا باش تبردوا
شويه شويه راح هو رقيق. بلاتي بلاتي غتشرش من كلشي. كتقولي انا فيا الزربه وهي ناض تجري دغيا. وسمعوا الاخر واحد قلت لي هذه اللي كتخسري لي صافي تحل بسهوله رقيق هذا رقيق ولكن راه غيكبر. ها ويلي شوفي غيكبر وفيق تبارك الله ما شاء الله البركه راه فيها كلشي عاد بسم الله. حلي بالمعالقه وانتم كديروا انتم الاخوات غادي تحلوا مزيان بالمعالقه كيتحل وغتزيد فيه واحد جوج معالقات اخرين ديال الزيت وتبسبسو وتغطي بواحد الغطايه اخرى وتخليه حتى تبغى طيبو حتى تبغى ديريه الطريقه الاخرى وغتشاركوا معكم ان شاء الله. صافي الكوكو تسدينا عليها حتى طيب دوز واحد 30 دقيقه ونحل عليه. بقيت اللحم صغير غرمي عليه الخضيره بقيتو والحمص هو موريتوش ليكم توا غنديرو ما عندناش الكرعه الحمراء ويلي يا ماما ندير الحمص شويه الزيت من دابا بقى ما حليتيش كلشي نحلو بيه خلي بيه واخا هاك يا سي صافي يا نتعلم من هاد دير كلشي هنا المطعم باش غنعمراتي ما غنشاركوش معاكم. المهم هادشي اللي كاين الاخوات نتلاقاو ان شاء الله ملي نبغيو نديرو الخضره ملي نبغيو نصايبو وكتصو الطريقه الثانيه وهانتوما معايا. صافي هنا الاخوات الحمراء طاب درت الحمص الحمص عندي قرعه كانت عندي طايبه درتها ديري ليش صافي ديري ليش هاك ليش شويه البنات علاش نديروه من دابا باش يشرب هذاك لاصوص ديال اللحم هنايا غديري خيسو لا ديري خيسو عاد قسمي راه غنعطيك الموس صافي صافي هو واحد الريحه ما نقولش لكم الاخوات تشهي ما شاء الله. ودرت كما قلت لكم درت واحد الكاس تاع مطيشه ديال القرعه هذا خيسو بقى صاينا كاع ما شفتوه شفتو البطاطا لوحه تطب بحال هكا صاينا لوحه صاينا البطاطا راه غير تطيب ماشي بشرط ما عندناش القرعه الحمراء ما نديروش الكسكسو ما عندناش الا فينا هذه هي عندنا حنا الحياه هنا في الطاليان تنديرو بحال هكا ما كاينش نديرو الكسكسو تيجي زوين تيجي غزال سير غنزيد الماء فكك الكسكسو قليل صافي غنوريكم سير وانا رشات الكسكسو البنات ما تلوحوش كنديرو في هذا في الكسكس ونعاود نفورو ولا نديرو في هذا في الفران ونسخنو بطبسيل ديال الدجاج يدخل الفران صافي غديري شويه الملح شويه الابزار. ثم الاخوات ها الكسكسو شوف تبارك الله كيفاش ايوا هنا الاخوات غدير لي فوره وحده فوره وحده غير باش نفرحو ماما هي قالت لك ما كاش اويلي خصك تفوري فوره تسكي بحال هكا الا ما يمكنش واعر الناس بنين صافي ديري ها انتم هاي الكسكاس ديال المغرب ها ديال الكوكوط تسحبوني ها انتم جيت لاوروبا يجري معايا الكسكاس راه عنده قيس هذا الكسكاس سير ها انتم كديري لي بحال هكا ايه ها انتم الكسكاس هي الاخوات ونشاركوا معاكم شاركوا معاكم قال ليها بابا اللي بغى يجي يخطب شاركوا معاكم النهار ديالنا كتيدوس هذا البنات دابا راه حنا درناه في العشاء ولكن غنتعشاو بكري ان شاء الله باغي نخرج حتى لا خرجنا نشاركوا معاكم الخرج حنايا كما تنقول لكم نبارطاجي معاكم النهار ديالي كي داز هذا الشيء اللي كاين كل نهار تنبغي نبارطاجي معاكم الدجيجات نعطيهم الماكله والمشيشات وداك الشيء حتى هما غندير لكم عليه فيديو مره اخرى ايوا صافي راه غادي نديرو يطلع الكوكوط راه درنا فيها الخضره تلاقاو ان شاء الله من يطيب هذا هو الطريقه ديالتو فزقوه بالماء خليوه تينشف حلوه بالزيت المره الاولى كما شارحه لكم هي في الفيديو وملي مرتك تقرب طيب تفورو صافي وكما قالت لكم تقربوا تحطوا غنديروا ليه السمن الحار ياك لا نديروا ليه مساخه سمعي ما عزيزش على السمن الحار يلا الاخوات خليكم معايا تتلاقاو صافي هنا الاخوات الكسكسو راه طاب ها حنا غادي تقادو يلا قادتي قلت لها صافي قاديتي قالت لك اي سي وهذا الوصل شغليظ ها تقادي ها نتوما ها انتم وشوفوا تبارك الله راه واخا دارت ليه الماء ودارت عليه الماء وبقى محلول زوين ما شاء الله ودرتو انا البنات فار 15 دقيقه اخرى
فار مزيان. هنا كتقول لها ديك البصل فين غادي. قالت لي امي فار فار فار. قالت لها زي صندل وعطيه. هي زعما كاينه حنا تنقولوا فار هي طلع البواغ. صافي هنايا ها المرايحه. السلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف كي جات غزاله تبارك الله ما شاء الله. صافي هانت هانتوما تعلمي تتسقي حطي داكشي يكون مستف سير هكا طويل. هكاك طويل مستف تيكون طويل. وانتي تفي كي بغيتي شنقولك حطي لي الشروس. كسكس ماروكان. كسكس ماروكي ماروك ماروك ماروك. قبل ما بقى ما قادتش القصرية وصلت للحم هذا تروي تروي. سيري هكا احنا بوحدنا. قولي الله ينجينا من النار. الله ينجينا من النار. ناري ناري ناري. امين الله يحفظنا من ناري. المهم جاتني ديك ناري ناري. طالعين كيعرفوها تيلا شافوا اصدقائي و الناس اللي كنعرفي يسمعوا شي كلمه دابا بالعربيه. تقدري دابا تستغني على الكوزين لا ما كرهتش شي واحد يطيب لي. لا لا كوني محترفه ما تستجبيش والو عطيبو جيبي لي ناكل. كايناش وديري لاصوص. سيري من جناب 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 شويه بشويه بشويه بشويه. يلا 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 باش تعلمي طيبه الكسكسو. يلا 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 صافي. هنا اخوات غادي نتعشاو برا. على الداخل كاين شويه الصاد ولكن برا راه كاين الجو زوين. درت شعل في الشني ولا باش تمشي باش ما تجيناش حتى كاين الربيع وكاين داكشي. قهرتنا بالربيع وقهرتنا ب بالشجر داكشي شويه. يلا نتوما المسبرة ما هذا غير الحليب مع التفاح عصير وعاود اللبن. نتوما جربوا الطريقه الاخوات. ايوا وشجعونا وقولوا لنا كيفاش جاكم الروتين اليومي ديالنا النهار ديالنا. عطيتينا معاكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم. خليت لكم الراحه.